مشاهدينا الكرام ومتابعينا على صفحة التكملة العربية على فيسبوك بهذه الجلسة الصباحية ومع افتتاح نهار تداول جديد معكم المحلل والمدرب المعتمد جزاف ظهري. بهذه الجلسة خلينا نقوم بتغطية مباشرة عن معظم الأزواج والعملات الرئيسية اللي موجودة عندنا على منصة التداول، وخلينا بكل بساطة نقدر نرجع نشرح بعض الهيكليات أو استراتيجيات التداول اللي بنكون عم نشرحها إذا بدكم أو عم نمر عليها بشكل يومي. خلينا نشوف فرص استثمار اليوم، خلينا نشوف الرسوم البيانية شو عم بتقدم لنا وشو مخبيت لنا أيضا كمان بالنسبة للسيناريوهات القادمة. خلينا نبتدي بالعملة الرئيسية اللي هي العملة الأوروبية الموحدة والمنطقة الأفقية اللي دخلنا فيها. في البداية بدي أحضركم المخاطر الموجودة عندنا في سوق الفوركس وممكن الخسائر تتجاوز مبالغ الإيداع الأولى. أوكي، بالنسبة للتقلبات طبعا ما في شك إنه سوق الفوركس خطير جدا بالتقلبات اللي عم بيقدمها بهذه الفترة السابقة أو هذه الفترة إذا بتكون الحالية اللي عم يكون السوق إذا بتكون بعد شيء متقلب وخطير جدا بالنسبة لمعظم الأمور الرئيسية أو معظم العملات الرئيسية. خلينا نقول بالنسبة لهذه الجلسة ومع افتتاح جلسة اليوم خلينا نمر على اليورو دولار ونشوف هل يا ترى اليورو دولار عندي بعض فرص استثمار عليه، أو هذه المرحلة الأفقية اللي دخلنا فيها ممكن تكون إذا بتكون امتدادية أو تمتد للجلسات القادمة بعد أكثر وأكثر. هذا السؤال اللي عم بعيد نفسه مع كل المضاربين، مع كل الأشخاص اللي عم يفكروا بالتداول باليورو دولار، هل يا ترى هذه الموجة على أساس اللي هي تلقب باندفاعية ومن المفروض إنه يكون عندي موجة هبوط الموجة الخامسة؟ طب وينها؟ ليش بعد ما ابتدت؟ إذا بندخل على سبيل الأربع ساعات على زوج اليورو دولار ونعمل زوم أوت شوي إلى برا بنشوف انه الانخفاض هو بشكل 5 موجات، وما في شك انه نحن بعد عندنا ميسنج لاج اللي هي 1 2 3 4 5. ممكن يكون عندي بعد ميسنج لاج اولا لزياره مستوى ال 111.80، وهذا المستوى المنتظر، ومن هناك رح نرجع نفكر باشاره اذا بدكم 3 موجات تصحيه وتكمله اتجاه الهابط. الضغط السلبي على المدى الوسط للطويل بعده وارد جدا، نتوقع ضعف اليورو دولار بخلال جلسه اليوم او جلسه غدا كحد اقصى، وبهذه الحاله من المتوقع ايضا اليوم ثيرزداي او نهار الخميس خلينا نشوف اذا عندنا بعض الاخبار المهمه على الاجنده الاقتصاديه او كبيانات. بالنسبه لنا اليورو دولار هم العملات الرئيسيه اللي ممكن يكون عندي فرص استثمار عليه. دخلنا بمركز بيع للدولار كاد لليو اس دي كاد على مستوى 134.40، وهذا المستوى المنتظر اللي كنا عارضين عليه امر معلق بالبيع. اما اليورو دولار عارضين سيل ليمت اوردر او امر معلق بالبيع على مستوى 113.26. 113.26 هو المستوى المنتظر لليورو دولار اذا في حال بدنا نفكر وندخل او نفكر كمضاربه. اذا في حال نفكر كمضاربه بدنا ندخل بتفاصيل رسم البيانه اكثر واكثر. تمام استاذ عمر، يلا اعطيني شوي كرمال لنمر على الداكس، واستاذ انتو ايضا الجي بي بي اي دي اكيد رح نمر على الجي بي بي اي دي. بالنسبه لليورو دولار في البدايه بس بدي اقول لكم ان انا هذا الانخفاض او هذه الموجه اللي عم نشهدها هي الموجه الرابعه، ومع انخفاض الموجه رقم 1 2 1 2 3 4 5 اللي هي موجه رقم 3، هلا في صدد ارتفاع الموجه الرابعه لزياره وتسجيل اذا بدكم ويف سي من الموجه الرابعه. مش هيك عرضنا امر معلق بالبيع سلمت اوردر على مستوى 113.26 لليورو دولار لكل الاشخاص اللي حابين يعرضوها بحساباتهم ايضا الشخصيه، ومن ثم نتوقع موجه اندفاعيه جديده لزياره واستهداف مستوى 111.70 وحتى اقل. اما مركز البيع للدولار الكندي طبعا انتم جزؤوه باداره المخاطر اللي انتم بتختاروها، وطبعا هلا نحن في عندنا بعض الارباح فيها شيء ضئيل، ما ماشي بعد السوق بالاتجاه المضبوط، ولكن وقف خساره اهم شيء انه عند مستوى 135.80. هلا هذه جلسه كنت بدي اقوم بتعديل وقف الخساره 135.80 كنا تكلمنا عليها بجلسه امس، وقف الخساره والتيك بروفيت راح يكون مفتوح بالوقت الحالي، لانه انا متوقع انه نصيب مستوى ال 128 كمرحله اولى. عم نتكلم ب 600 نقطه انخفاض من المرحله او من نقطه دخولنا، 600 نقطه يعني عم نحكي ب 6000 دولار العقد الواحد. بعرف هذا شيء مستحيل اذا بدكم للمضاربين، لمعظم المضاربين اللي بيتابعوا سوق الفوركس بيعرفوا انه ما بيقدروا يهدوا بالهم ويطولوا بالهم على المركز. بدي اقول لكم انه معلش خلينا نكون اذا بدكم بهذا المركز اللي دخلنا فيه على الدولار كاد، خلينا نجرب انه نكون عم نغير طريقه التداول تبعنا، خلينا ننسى انه هذا المركز هو مركز كمضاربه، خلينا نخليه مركز على المدى الوسط للطويل، ومن ثم بجانبه بنرجع بنكون عم ندخل بمراكز بشكل سريع كمضاربه. تمام، فنسوق انه الدولار كاد موجود لمركز بيع. خلينا نجني بعض الارباح الجديه هون. اوكي، بالنسبه لجي بي بي اي يو دي
استاذ انتو جي دي بي اي يو دي، خلينا نمر ونشوف شو عم يعمل الاسترليني مقابل الاسترالي. ما في شك انه هذه الموجه اللي دخلنا فيها ليكو على طول لما تحددوا، بس خليني اعطيكم مثل او هند كيف ممكن تعرف انت وين بالنسبه لرسم البياني. على طول لما تدخل على رسم بياني، على رسم بيان الساعه على سبيل المثال، هل اذا بتسالني انت وين هون انا بقول لك ما بعرف، هل يا ترى انخفاض او ارتفاع ما بعرف، ولكن لما اشهد انا بهذا الشكل موجة أفقية ميلة على انخفاض بشكل مثلث أو نفق، خليني أقول أنا فورا بعرف أنه أنا هون بالموجة الرابعة، تمام؟ من وراء هذا الارتفاع بعرف أنه انتهينا بالموجة الثالثة على القمة، هذه الموجة اللي هي الموجة الثالثة، وهذه الموجة هي الموجة الرابعة، ومن المتوقع ارتفاع الموجة الأخيرة اللي هي الموجة الخامسة، تمام؟ فهون برجع بدخل أنا بتفاصيل ارتفاع هذه الموجة، أوكي؟ وبرجع بعرف شو السيناريو المتوقع، تمام؟ مش على طول انا لما تقول لي مثلا شو رايك بالاسترلين الاسترالي فقط دغري بقول لك يا ارتفاع يا انخفاض، اذا ما عندي نقطه معينه ابني التحليل عليها وقادر انطلق منها يعني ما عندي تحاليل، تمام؟ فبالنسبه لنا الجي بي بي اي دي هي من العملات الرئيسيه اللي قدموا لي الموجه الرابعه بنفق ميل على انخفاض، وهلا نحن في بدايه الموجه الخامسه اللي هي الاخيره من المفروض تكون قبل ما نبتدي بالانخفاض. هلا اذا بدخل على رسم بين 30 دقيقه وبنشوف هذا الارتفاع بكل بساطه ممكن حدده بهذا الشكل، ممكن حدده بهذا الشكل، خلينا نعمل سكرين شوت. عظيم، الموجه رقم 1 2 ما في شك فيهم، موجة رقم 1 خلينا نسميها اي دبل اي، تمام؟ الموجة رقم 3 اللي هي فيها 1 2 3 4 5، موجة رقم 3، موجة رقم 4 5، 1 2 3 4 5، الموجة الخامسة ويف اي بي سي، اوكي عظيم. الموجة الثالثة بكل بساطة انتهت بهذا الشكل، 1 2 3 4 5 كانت انتهت على هذه القمة، الموجة الثالثة هون عندنا تريبل اي. عم نتكلم موجات اليوت، مش بالضروري تكونوا عارفين انتم التفاصيل اللي عم نتكلم فيها، ولكن بس عم بجرب اوصلكم فكره انه نحن عم نقدر نحدد من خلال الموجات الاتجاهات القادمه. هيدي ثلاث موجات صحيه اي بي سي اللي هي ويف 4، وهيدي ويف 5 او ارتفاع الموجه الاخيره، تمام، لاستهداف اخر قمه. هلا نحن في صدد انخفاض موجه اي اللي هي اول موجه صحيه، اي بي سي ثاني موجة صحية لزيارة تقريبا مستوى 187 30 87 50، هذه المستويات المنتظرة بالارتفاع للجي بي بي اي دي، يعني بده يقوى الاسترليني على الاسترالي بالجلسات القادمة، ومن ثم نتوقع الموجة الصحية الثالثة اللي هي ويف سي، ساعتها بكون عندي ويف اي اول موجة صحية، ويف بي وويف سي، ونكون انهينا هذه الموجه، تمام؟ هلا من هنيك وبالرايح عند وصول جي بي بي اي دي لهذه المستويات اللي هي مستويات ال 187 50 بنرجع بنفكر بالبيع، وايضا عند وصولها الى مستويات ويف سي او انتهاء ويف سي بالانخفاض بنرجع بنفكر بالسيناريو المفترض الاخر، ولكن على طول خلينا نمشي خطوه خطوه. ليكو الدولار كاد ابتدى بالانخفاض، وان شاء الله نشهد موجه اندفاعيه ضخمه بالاتجاه الهابط للدولار كاد، لانه كثير من المستثمرين دخلوا بفرص بهذه الفرصه او فرصه الاستثمار اللي هي مركز بيع على الدولار كاد. اوكي، بالنسبه للداكس خلينا نمر على الداكس، اوكي، ومن ثم اليورو نيوزيلاند. على الداكس، جيرمان داكس او المؤشر الالماني هو من اخطر المؤشرات الموجوده عندي على منصه التداول. كل نقطه او كل بيب هي عباره عن 25 يورو تسعر باليورو، يعني تقريبا كل نقطه هي عباره عن 30 دولار لكل عقد كامل طبعا، اوكي. فبكل بساطه مع تحرك الداكس ل 100 او 200 نقطه من هون، يعني عم يتحرك بحدود ال 6000 دولار للعقد الواحد، اوكي. فبكل بساطه على رسم بين الاربع ساعات بدنا نبتدي نشوف انه عندي قمم اعلى وقيعان اعلى من بعض البعض، ما في شك انه الاتجاه عام صاعد، تمام. بدنا نشوف، انا اكيد انه الاشخاص اللي عم بيسالوني على الداكس عم بيسالوني اذا هل يا ترى عندنا اشاره انعكاسيه، تمام. هلا نقطه الدعم اللي تم تثبيتها عندي هلا على شمعه الاربع ساعات الحاليه هي نقطه دعم رئيسيه، تمام. هلا مش رح اقول لكم انه هذه النقطه رح يطير منها الداكس ورح يرتفع منها بشكل ضخم، ولكن ما في شك انه عندي نقطه دعم على هذه المستويات. خلينا نراقبها على رسم بين الاربع ساعات ونشوف هل يا ترى الاربع ساعات القادمه واللي بعدها، يعني بعد شمعتين لقدام، شو ممكن يحصل على الداكس؟ هل يا ترى ممكن يخترق خط الدعم نرجع نعمل اعاده امتحان ونكفي اتجاه الهابط، او هل يا ترى ارتداد منه؟ بكل بساطه بالنسبه لي انا شخصيا ما بدخل بمراكز بيع على الداكس، تمام؟ انا شخصيا هلا عم جرب انصحكم، لانه انا اكيد معظم الاشخاص اللي داخلين مركز بيع على الداكس هن مركز بيع،
انا اكيد اوكي، لان على طول سيكولوجيه التداول والسيكولوجيكال بيهيفير او نفسيه المستثمر على طول بتخلي المستثمر يدخل بالاتجاه المضاد للاتجاه العام. فانا على طول لما حدا يسالني على سبيل المثال على الداكس، بعرف انه الاتجاه العام صاعد داخلين مراكز بيع. هلا ان شاء الله يتم اختراق هذا المستوى يرجع يسجل مركز بيع، وانما طبعا الضغط السلبي على المؤشرات الامريكيه مثل الاس بي والداو جونز عم ممكن يضغطوا بشكل سلبي على الداكس، فهذا الشيء الايجابي اللي ممكن طبعا ارجع افكر بسيناريو او ضغط سلبي للجيرمان داكس. هلا بالنسبه لموجات اليوت ماني حابب ادخل فيها، لانه بالنسبه لموجات اليوت من الواضح انه بعد عندي موجه ناقصه 1 2 الموجة الثالثة الاندفاعية اي بي سي، ثلاث موجات تصحية لويف 4 او الموجة الرابعة، ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة. تمام، هيدي بالنسبة لاليوت ويف، ولكن مش بالضرورة تنتهي هون الموجة الرابعة. باستعمال فيبوناتشي من الموجة رقم 2 للقاع تبع موجة رقم 2 للقمة لموجة رقم 3 اقله لازم نصيب للموجة الرابعة التصحية 38.2%. فانا بالنسبه لي ممكن الجيرمان داكس يسجل لي موجه انخفاض لتثبيت مستوى 11436، ومن ثم بدايه الارتفاع. بنكون هون اول شيء ابتدينا باختراق فولس بريك اوت، وهيك الداكس معود يعمل، بتقلي اخترق خط الدعم ومن ثم ارتفع. ايه وارد جدا، لانه الداكس اختصاصه انه يسجل لي اختراقات خاطئه واختراقات وهميه. الداكس شغلته يعمل هيك، من أخطر المؤشرات الموجودة على منصة التداول. فأنا بالنسبة لي ممكن نشهد بعض ضعف للجيرمان داكس لزيادة مستوى 38.2% ومن ثم الارتفاع. طبعا عند وصوله إلى مستوى 11436 رح نرجع نفكر بسيناريو مختلف وسيناريو آخر، ونرجع نشوف المراحل القادمة شو ممكن نتوقعها. أوكي، هلأ بالنسبة لليورو نيوزيلندي، يورو نيوزيلندي اهلا وسهلا فيكم، منورين الجلسة. يورو نيوزيلاند، خلينا نشوف شو بنتوقع بالنسبة لليورو مقابل النيوزيلندي دولار، بالنسبة لليورو مقابل النيوزيلندي دولار. اوكي، اي بي سي 1 2 3 4 5 3 4 5 اي بي سي 4 5. اوكي، رسم بياني يومي، هل يا ترى عندنا بعض الإشارات؟ اوكي، ممكن نكون داخلين بموجة مثلث، موجة مثلث مثل ما عم نشوف على رسم بياني اليومي. اوكي، رسم بياني اسبوعي. اوكي، خليني افرجيكم بس على اليورو نيوزيلاند شو شايف انا. على اليورو نيوزيلاند اللي لفت لي نظري هو شكل مثلث، تمام؟ ولكن لا اتوقع انه ممكن يكون عندي اذا بدكم بعض السيناريوهات المفترضة الواضحة عليه. رح ننتظر اختراق. شو يعني؟ عندي هذه القمم إذا بوصلها مع بعض البعض، وهذه الكعان عندي على شكل مثلث. هلا من المفروض التحاليل التقنية البسيطة البيسك تكنيكال أناليسيس بتقلي اتجاه عام هابط، دخول بمثلث، تكملة اتجاه هابط، تمام؟ هذا المثلث، هذا بالنسبة للمثلثات. وإنما نحن بالنسبة لنا، وبما أنه على رسم بياني اليومي، بما أنه على رسم بياني اليومي كان عندي قاع تم تسجيله عندي وارتفاع كأول موجة تصحية، وتم تثبيت 88.2%، وهذا بيعني أنه ممكن نكون سجلنا الموجة بي. يعني هيدا أول موجة تصحية، أول موجة تصحية ارتفعنا فيها لتسجيل مستوى 172، ثاني موجة مضادة اللي هي ويف بي، وممكن نتوقع ارتفاع ويف سي. تمام؟ هلأ بالنسبة لنا السيناريو القادم، إذا في حال هل يا ترى عندي ويف سي بالارتفاع او عندي مثلث وممكن نتوقع اختراق، لازم ننتظر تاكيد. تمام، التاكيد هو يا اما اختراق مستوى 167.30، يعني هذا الخط المقاومه لتكمله اتجاه الصاعد. اوكي، هيدا اول سيناريو عندي. ثاني سيناريو انه نرجع نسجل اي بي سي دي اي، بدنا نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. تمام، يعني هلا كحد اقصى، خليني اعمل زوم ان على رسم البيانه لتكون الامور دقيقه اكثر. بالنسبه لي يا اما بدنا نبتدي بموجه اندفاعيه من المستويات الحاليه، اذا في حال احنا هلا مثلث الموجه الرابعه، يعني لازم من هذه المستويات نبتدي بالانخفاض. ولكن انا بحبذ السيناريو الصاعد، لقلكم ليش؟ لانه هذه الهيكليه اللي عم تشوفوها هلا، هذه الهيكليه هلا وشكل الشموع اليابانيه ما بتاكد لي او ما بتعطيني اشاره بيع بكل بساطه. ما عندي موجه اندفاعيه رقم 1، رقم 2، موجه رقم 3، يعني دخلنا بمرحله افقيه وهذا الشيء غريب جدا. فاتوقع انه ممكن اليورو يقوى على النيوزيلندي بالجلسات القادمه، وهذا ما بيعني انه اليورو رح يرتفع،
بينما ممكن اليورو دولار ينخفض ولكن النيوزيلندي ينخفض أسرع منه، تمام؟ فهذا السيناريو المتوقع أنا بالنسبة لي على اليورو نيوزيلند، أنه نبتدي بموجة صعود من المستويات الحالية. وانتبهوا، أول ما يتم اختراق هذه القمة اللي هو مستوى ال 167.13، اعتبره في موجة اندفاعية ضخمة جدا بالاتجاه الصاعد. هلا ارتفاع اليورو نيوزيلند ممكن يعني قوة اليورو مقابل نيوزيلند، طبعا ممكن تكون واردة، ولكن أنا من المتوقع يكون عندي ضعف لا الاستراليا ولا نيوزيلندي بشكل ضخم، مشان هيك اليورو نيوزيلاند رح يرتفع ورح يقوى العملات. ليكو اعاده امتحان 0.50 0.70 50، قديش كنت تكلمت عليها يا جماعه؟ انا قديش كنت تكلمت عليها انه مستوى 0.70 50 هو مستوى ضخم جدا، وهو مستوى من المتوقع اذا في حال اغلقنا شمعه تحته يعني عندي ضغط سلبي. عندي اول نقطه، خلينا بس نشوف شو الوضع. عندي مستوى 0.7050 جلسة أمس تم إغلاق تحتها، بدكم تنتبهوا. عندي نقطة 2 3 4 اختراق، إعادة امتحان، تكملة اتجاه الهابط، تمام؟ يعني ممكن الأسترالي بالمرحلة القادمة نشهد ضعف من المستويات الحالية ومراكز بيع لتسجيل قاعان جديدة. وهلأ قد انتهينا من إعادة امتحان مستوى 0.7050، رح نراقبه عن كثب كرمال نشوف شو ممكن يحصل بالنسبة للشموع اليابانية. هل يا ترى فريق الثيران رح يرجع يرتفع ويغلق فوق هذا المستوى، أو إشارة انعكاسية من هذا المستوى؟ يعني ها فرصة استثمار لكل الأشخاص اللي عنده مراكز على الأسترالي دولار، ها فرصة استثمار إنك تدخل بمراكز بيع. خلينا ندخل ب0.3 للأسترالي دولار مركز بيع، 0.3 سيل. خلينا ندخل وقف خسارة على 0.7090، وقف خسارة على 0.7090، تمام، وقف خساره مع تيك بروفيت على 0.68 0.68، يعني انخفض تقريبا بحدود ال 250 نقطه، تمام. هذا موديفاي اوردر 0 عفوا 0.7090 وقف خساره لمركز البيع، تيك بروفيت 0.68 صفرين، اوكي. وهذا مركز البيع على الاسترالي دولار 0.3 من المستويات الحاليه، تمام، لانه عندي اعاده امتحان واتوقع تكمله اتجاه الهبط. استاذ نادي، خلينا نمر على اسعار الذهب، تمام، وعلى اسعار الفضه. استاذ محمد رح نمر على اسعار الفضه ايضا، الذهب ومن ثم الفضه. استاذ نادي عم بيقول لي اوقات بتعد الموجات الصغيره اوقات ما بتعدها، مشان انا عد الموجات الصغيره نتمنها موجه كم لازم نقطه. اوكي استاذ مهدي، بكل بساطه هلا الموجات اللي بندخل فيها، الموجات اللي بندخل فيها ما فيها ندخل بكل تفاصيلها. بدي اقول لك ليش. رح جاوبك على هذا السؤال بشكل بسيط وسريع، ولكن بتمنى انه ما ندخل بتفاصيله اكثر، لانه موجات اليوت هي من التحاليل التقنيه اللي شوي صعبه، وخاصه تفسيرها اونلاين او بجلسه ويبينار، يعني لازم نكون فيس تو فيس او قاعدين حد بعض، وطبعا عم نشرح اليوت ويف بحذافيرها بتفاصيله اكثر واكثر. على كل حال رح اعطيك جواب بسيط وسريع جدا. بموجات اليوت عندنا ارتفاع 5 موجات، الموجة رقم 1 2 3 الاندفاعية، رقم 4 ورقم والارتفاع للموجة الخامسة، تمام؟ هلا اوكي تمام، هيدي بالنسبة لموجات اليوت، وهيدي بالنسبة للموجات الاندفاعية. بالنسبة للموجة الأولى، بالنسبة للموجة الأولى تتضمن 5 موجات، يعني هون عندي 1 2 3 4 5 لنسجل الموجة الأولى. الموجة الثانية عندي A B C. الموجة الثالثة عندي 1 2 3 4 5، 5 موجات ارتفاع ضمن الموجة رقم 3، وضمن الموجة رقم 3 بقلب الموجة رقم 3 عندي 1 2 3 4 5، تمام؟ يعني الموجة لما نعدها موجة اندفاعية بيكون عندي 3 موجات، صح؟ بقلبها 1 2 3 4 5 او 5 موجات بقلبها، ولكن الموجه رقم 3 تتضمن 5 موجات اخرى، والموجه رقم 2 تتضمن 3 موجات تصحيحيه، هون عندي ايضا 3 موجات تصحيحيه، هون عندي 1 2 3 4 5 3 موجات تصحيحيه 1 2 3 4 5، تمام؟ فارتفاع موجات اليوت اذا بدك تدخل بتفاصيل التفاصيل التفاصيل صعبه جدا استاذ مهدي. فبكل بساطه انا بجرب ادخل بتفاصيل موجات اليوت، ولكن بشكل اذا بدكم شوي ابعد، اوكي، ولكن حسب السيناريو اذا هل يا ترى موجه تصحيحيه او اندفاعيه. على سبيل المثال على اسعار الذهب، على سبيل المثال ليكو اسعار الذهب، اسعار الذهب
ومن المتوقع انه نحن هلا نكون من انخفاض مستوى 1900 دولار بالاونصه نكون عم نسجل ثلاث موجات تصحيحيه، يعني ويف اي اللي هي انتهت هون، ويف بي، ويف سي تتضمن خمس موجات 1 2 ويف 3 ويف 4 ويف 5 الى اخره. هلا انا عندي اثنين سيناريو على الذهب، يا اما نحن هلا في صدد ارتفاع الموجه رقم اربعه ونتوقع انخفاض الموجه الخامسه الاخيره، تمام؟ يا اما لانه موجات اليوت فيها تفاصيل كثير، يا اما نحن انتهينا بالموجه رقم ثلاثه هون، موجه رقم اربعه افقيه بشكل مثلث، تمام؟ وهذه الموجه الخامسه، ابتدينا اول موجه تصحيح ويف اي، اوكي، موجه انخفاض اللي هي ويف بي، ونحن في صدد ارتفاع ويف سي لمستويات ال 1500. هلا السيناريو المحبذ اللي راح اقدم لكم اياه على اسعار الذهب هو كالتالي، انه نحن دخلنا بمثلث بهذا الشكل، اوكي، المثلث بقول انه نحن هلا في انخفاض الموجه اي، يعني نحن ارتفعنا باول موجه تصحيح ويف اي، يعني عم باخذ سيناريو ايجابي لحديت الاوقات الحاليه. الموجه بي دخلنا فيها بمثلث اللي هي فيها ويف اي بي سي دي، ونتوقع انخفاض الموجه اي لزياره مستوى ال 1240 1230 1240 1230 ومن ثم تكمله اتجاه الصاعد، تمام؟ هيدي بالنسبه للسيناريو القادم للذهب، اذا في حال بعدنا عم نفكر بسيناريو ايجابي لمثلث وارتفاع طبعا لهون لويف سي او الموجه الثالثه التصحيحيه اللي هي ويف سي. وانما طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه لموجات اليوت ممكن يكون عندي سيناريوهات مختلفه. شو يعني؟ يعني اذا بدي ارجع افكر فيها لاسعار الذهب، اختراق تحت مستوى ال 1220 لاونصه الذهب هذا بيعني ضغط سلبي على المدى الوسط للطويل اكثر واكثر، وطبعا هذا السيناريو ببطل طبعا وارد عندي، بيصير السيناريو الاساسي، السيناريو الاساسي بضل مثلث ولكن المثلث من القاع الاول، يعني بهذا القاع، تمام؟ فبنكون شو عملنا هون؟ بنكون خسرنا موجه، وطبعا الاتجاه صار اتجاه معاكس، يعني اصبح عندي ويف اي بي سي دي اي، وهلا نحن في بدايه موجه هبوط ضخمه جدا. على جميع الاحوال، على جميع الاحوال الاتجاه العام لاسعار الذهب بالوقت الحالي هو اتجاه عام هابط، تمام؟ هلا موجه تصحيحيه بسيطه هذا الشيء ما بيمنع، موجه تصحيحيه بسيطه هذا الشيء ما بيمنع، يعني ممكن هلا نسجل اذا بدكم انخفاض لاسعار الذهب، ولكن ثلاث موجات تصحيحيه بهذا الشكل قبل تكمله اتجاه الهابط ما بيمنع. ما بدكم تكونوا اذا بدكم دقيقين بالنسبه للرسوم البيانيه، بدكم تعطوا مجال، مش هيك على طول نصيحتي لكم زغروا العقود، جزءوا العقود اللي داخلين فيها، وعرضوا وقف خساره شوي بعيد على السوق على اخر قمه تم تسجيلها على سبيل المثال، كرمالها تفتحوا مجال لهذه الموجات المضاده والموجات التصحيحيه والموجات الاندفاعيه. ليش سوق الفوركس اصبح صعب؟ ليش سوق الفوركس عم بيستصعبوه معظم المضاربين والمستثمرين بالوقت الحالي؟ لانه الموجات الكومبلكس او المعقده اصبحت كثيره بالسوق، يعني عم نشهد انخفاض، عم نشهد انخفاض، صحيح بنشوف انخفاض ولكن الانخفاض في موجات كومبلكس ويفز او موجات معقده ضمن هذا الانخفاض، فهون المضارب عم بينصاب بالذعر او بالبانيك عن كل موجه مضاده للاتجاه اللي هو داخل فيه. هون بدنا ندخل بجزء صغير من العقود، نفتح مجال اكثر واكثر للسوق يمشي، نعطي مجال اكثر لنفسيه المتداول ما تكون عم تتاثر بشكل دقيق، نعرض وقف خسارة إذا لا سمح الله تم لمسه ما نتأذى كتير بحساب التداول تبعنا أو بالأسماء اللي عم نتداول فيه، تكون فقط عم بتخاطر بعشرة أو 20% كحد أقصى من حساب التداول تبعك لكل صفقة بتدخل فيها، تمام؟ وهم بنكون مرتاحين نفسيا وبتشوف الأرباح كيف بتصير تزيد. هلأ بالنسبة لأسعار الذهب هذا السيناريو المفترض، انه اتوقع هلا موجه تصحيح كحد اقصى الى مستوى 1304 ولكن ضغط سلبي متوقع. هلا اذا بدي ادخل بتفاصيل موجات اليوت بعد اكثر واكثر، بعد عند انخفاض لاسعار الذهب لتثبيت مستوى 1270 65 قبل، اذا بدخل على الرسوم البيانيه اللي عم بقوم بتحليلها، خليني افرجيكم اياها على البريميوم تشارتس. عندي موجه هبوط بعد لاسعار الذهب قبل الموجات التصحيحيه، ممكن ادخل بتفاصيل اكثر ولكن بدها شويه وقت. اليورو دولار هذا السيناريو تبعه، اتوقع ارتفاعه لمستوى 1113 37 ومن ثم انخفاض. بالنسبه للامور الاخرى عند النفط ايضا ارتفاع لمستوى 56 30، وهذا السيناريو المتوقع كان وابتدينا بالارتفاع، مع انه مخزون النفط امس كان زايد، من المتوقع كان انه سوق النفط ينزل ولكن ما نزل السوق،
فعنده موجة ارتفاع قبل الانخفاض وواضحة جدا. بالنسبة لأسعار الذهب، من المتوقع هذا أسعار الذهب نتوقع تكملة اتجاه الهابط وتثبيت مستوى 1275 1270 ما قبل الموجات التصحيحية والانخفاض لزيادة مستوى 1240. فممكن هلأ يكون عندي موجة هبوط ما قبل الموجات التصحيحية، تمام؟ أما بالنسبة للأكس أي جي، أستاذ عمار رح نمر على الجي بي نيوزيلاند، أكس أي جي يو أس دي أو الفضة، تمام؟ الفضة، أسعار الفضة والكوريليشن بين الذهب والفضة ضخمة جدا يا جماعة، ضخمة جدا. أسعار الذهب بتلاحظوا إنه عندها موجة هبوط، ولكن بالهبوط على طول السيلفر أو الفضة أسرع، ولكن بالارتفاع على طول الذهب أسرع. وهذا السيناريو بدكم تخلوه ببالكم من هلا ل 10 أو 15 سنة لقدام، لأنه الفوليوم أو حجم التداول اللي موجود بالذهب ليس موجود بالفضة. فبكل بساطة بالانخفاض راح يكون موجة الهبوط التابعة للفضة أسرع بكثير من الذهب، وبالارتفاع ارتفاع الذهب أسرع بكثير، تمام؟ هيدي بدكم تكونوا عارفينها. فهلأ بما أنه نحن نتوقع تكملة اتجاه الهابط لأسعار الذهب، ما في شك أنه نحن هلأ سجلنا آخر موجة، الموجة الخامسة، بشكل ending diagonal. شو يعني ending diagonal يا جماعة؟ ending diagonal يعني انتهاء الموجة الخامسة لأسعار الفضة. هلا عندي عدة سيناريوهات، شو بتقول؟ السيناريوهات اللي بتقول انه نحن هلا في صدد ارتفاع الموجة رقم 1 2 3 اللي هي عندها 1 2 3 4 5، هلا في صدد انخفاض الموجة الرابعة ونتوقع ارتفاع الموجة الخامسة، وارد جدا. ولكن كحد أقصى إذا في حال بعدنا مفكرين بسيناريو إيجابي لأسعار الفضة، من قاعة رقم 2 للقمة رقم 3 كحد أقصى مفروض إنه هذه المستويات تكون المستويات الأخيرة للشراء، اللي هي مستويات تقريبا ال 50% او 61.8%. يعني من المتوقع مستوى ال 14.85 هو كحد اقصى المستوى الخط الفاصل بين السيناريو الايجابي والسيناريو السلبي، هذا اذا في حال بعدك مصر على السيناريو الايجابي، وانما اختراق تحت هذا المستوى فورا رح نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. فعروض وقف خسارتك تحت مستوى ال 61.8%، وهون بتكون حامي حالك اكثر واكثر. هيدي بالنسبة لأسعار الفضة. أما السيناريو الآخر، إنه نحن سجلنا موجات تصحيحية ثلاث، سجلنا موجات تصحيحية بدل ما نسميها 1 2 3 سميناها A B C اللي هي 1 2 3 4 5 اللي هي ثلاث موجات تصحيحية اللي هي بيج A بيج B وبيج C، قد انتهيت هون. شو يعني؟ يعني هلأ في نحن صدد انخفاض موجة اندفاعية رقم 1، ثلاث موجات رقم 2، رقم 3، رقم 4، رقم 5، يعني تكملة اتجاه الهابط. فنحن هون لنتأكد من هذا السيناريو رح ننتظر إذا بدكم أسعار الذهب لمستويات ال 1240. أستاذ مهدي، الفضة على 14.85 هذا السيناريو والخط الفاصل للسيناريو الإيجابي والسلبي، تمام؟ على 14.85، ولكن إغلاق تحت مستوى ال 14.80 بيعطي سيناريو سلبي وضخم جدا، ها؟ بدكم تنتبهوا كثير من هذا السيناريو على الفضة. أنا شخصيا ما بتداول الفضة، الفضة هو من أخطر كمان المعادن الموجودة عندي على منصة التداول، لأنه كل دولار هو عبارة عن 5000 دولار للعقد الواحد، يعني كل عقد واحد هو عبارة عن 5000 أونصة فضة. بالذهب كل عقد هو عبارة عن 100 أونصة فضة، يعني كل نقطة عبارة عن 100 دولار، وإنما بالنسبة لأسعار الفضة كل دولار عبارة عن 5000 دولار، تمام؟ فأسعار الفضة أيضا خطيرة جدا، بدكم تنتبهوا من هذا المستوى اللي عرضناه هلا. بالنسبة للجي بي بي نيوزيلاند نفس الأمور مثل اليورو نيوزيلاند. أستاذ عمار، الجي بي بي نيوزيلاند نفس السيناريو مثل اليورو نيوزيلاند، تمام؟ كنا قمنا بتحليله. هلا بالنسبة لنا خلينا نجرب إنه نشوف سيناريو مختلف آخر. أنا بالنسبة لي، بالنسبة للقاع اللي تم تسجيله عندي من قبل جي بي بي نيوزيلاند، استاذ احمد، بيع استرالي دخلنا فيها، بيع استرالي دولار اي يو دي اس دي دخلنا بمركز بيع، تمام؟ سال 0.3 استرالي وهلا ابتدينا شوي بالارباح، تمام؟ اوكي، بالنسبه للجي بي بي نيوزيلاند، ما في شك انه هذه الموجات ها ويف اي، هيدي ويف اي، انخفاض ويف بي، ويف سي اللي هي هيدي تلقب ببيج ويف دبليو. فهون اي بي سي هيدي موجات تصحيح بيج ويف دبليو. عندي A B C X، هذا السيناريو على الجي بي بي نيوزيلاند أنا أكيد منه أكثر من 1000%، أكيد منه أكثر من 1000%. وعندي Y ومن ثم Y، هذا السيناريو على رسم بين الأسبوعي
للجي بي بي نيوزيلاند اكثر من واضح لموجات اليوت انه نحن انتهينا من دبليو، هلا نازلين باكس بدنا ننزل بشكل ثلاث موجات. اول موجه انتهينا منها، هلا في صدد ارتفاع ثاني موجه. مركز البيع اللي راح ادخل فيه على الجي بي بي نيوزيلاند هو تقريبا مستويات ال 61.8% للي بحب المخاطر. يلي ما بحب المخاطر انا بحبذه انه ينتظر مستوى ال 199. مش مستعجلين، نحن منتظرين هذا المستوى بفارغ الصبر. اول ما يتم ملامسه مستوى 76.4% راح اعطيكم علم وراح ندخل بمركز بيع ضخم جدا على الجي بي نيوزيلاند لتسجيل مستوى ال 179 وال 172، وطبعا تثبيت هذا المستوى من ثم شراء عن جديد لموجه تصحيه ثالثه. تمام، فالجي بي بي نيوزيلاند اتوقع هلا انه ممكن كفة اتجاه الصاعد، يقوى الاسترلين على نيوزيلاند مثل ما توقعنا على اليورو نيوزيلاند، توقعنا يقوى اليورو على النيوزيلندي بالمراحل القادمه، ونفس الشيء نتوقع قوه الاسترليني مقابل النيوزيلندي بالمراحل القادمه. تمام، وهذا بيعني انه الاسترالي والنيوزيلندي عندهم موجه هبوط قادمه سريعه جدا وضخمه جدا، ومنشان هيك دخلنا بمركز بيع للاسترالي دولار 0.3. تمام، هيدي بالنسبة للجي بي بي نيوزيلاند. بالنسبة لهذه الجلسة وخلينا نقول الأجندة الاقتصادية ايكونومي كالندر، خلينا نشوف إذا عندي بعض الأشياء المهمة اليوم أو بعض الأخبار المهمة. أتوقع إنه غدا النون فان بيرول مش من الضرورة إنه يحصل عنا اليوم بعض التقلبات الضخمة جدا، ولكن نحن كمضاربين لازم نكون على العالم بكل خبر ممكن يصدر عنا بشكل مفاجئ، أحسن ما يكون عنا إذا بدكم بعض التحركات السريعة اللي مش متوقعينها نحن. بالنسبة لسبعة 7 مارس هاليفاكس جي بي بي يو اس دي دولار تشالنجر جوب على اليورو الاس بي مارجن لاندنج فاسيليتي، ممكن تكون مهمة على اليورو دولار المساء اليوم المساء، وعلى الدولار الامريكي عند الجوبلس كليمز ونون فان برودكتيفيتي بيلدينج بيرمتس على الكاد الى اخره. يعني مش ما عندي شيء مهم جدا، ما عندي اس بي بريس كونفرنس ايضا على اليورو دولار، فتوقعوا اليوم بعض التقلبات على اليورو دولار. اوكي، كحد اقصى اليورو دولار ممكن يبتدي موجات اندفاعيه ضخمه بالاتجاه الهابط، وهذا هو السيناريو المتوقع انا برايي، لانه عندي سيناريو سلبي على الذهب، سيناريو سلبي على الاسترالي، فاتوقع انه اليورو دولار ممكن يبتدي بالانخفاض من هذه المستويات الحاليه. تمام، ما وقف خساره 113.80 113.90 كحد اقصى. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسه، نورتوا الجلسه كلكم سوا، كلكم نورتوا الجلسه. بشوفكم بجلسة بعد الظهر إن شاء الله، بجلسة تعليمية. كان معكم محل تقنية جزاف ظهرية من شركة تكمي مباشرة. إلى اللقاء.